متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. مقدمة البرامج الممثلة بشرى عقبي تبرز جمالها من خلال هذه الصور. بشرى عقبي لم تستمن الإشاعات التي روج لها مؤخرا، مفادها أنها توفيت، مما سبب هذا الخبر هلعا كبيرا لعائلتها وأصدقائها. لتخرج بتصريح تؤكد فيه أنها حية ترزق، كما شكرت كل من اتصل بها وسأل عنها. وللعلم فإن بشرى عقبي انضمت إلى طاقم إحدى المسلسلات المقرر عرضها في رمضان 2021، ونحن بدورنا كقناة بيستارز نتمنى لها عمر المديد والصحة والعافية. وكتسجيل لقناة بيستارز نرجو منكم الضغط على زر اللايك، ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.